أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول السطر في لقاءات الأسبوعية مع عدد من نجوم الرياضة الكويتية. كل من تابع هذا البرنامج حرصت من خلال هذا البرنامج وطاقم العمل معي أن يكون للضيوف دائما متغيرين في كل حلقة وفي ألعاب مختلفة. هذا البرنامج ليس مرتبط بلاعبين كرة القدم فقط، لأن هناك نجومية أيضا أخرى للاعبين آخرين في اللعبات الجماعية تحديدا. لذلك حرصت أن يكون ضيفي في حلقة اليوم أحد اللاعبين المميزين، ربما قائب على الأضواء لكن من اللاعبين المميزين في كرة اليد الكويتية ومع نادي كاظمة تحديدا. ستعرفون ضيفي ولكن بعد الفاصل. كرة اليد في نادي كاظمة خلال مرحلة السبعينات والتسعينات تحديداً كانت مميزة في نجومها المتألقين الذين أيضاً كان لهم حضور مع المنتخبات الوطنية، ثم تراجعت خلال مرحلة ماضية وبدأت تعود تدريجياً مع الألفية. وكان إسماعيل الخزعل أحد اللاعبين المؤثرين في الفريق، وتعود الانتصارات معه ومع زملائه. واليوم سيكون حديثنا معه في أول السطر. نود حبتنا من جديد في برنامجكم أول سطر. عرفت ضيفي من خلال التقرير اللي شاهدتوه، الكابتن إسماعيل الخزعل أحد اللاعبين المميزين المؤثرين. حين نقول بعض الأحيان في لاعب مؤثر وفي لاعب يكمل الفريق، لكن أعتقد إسماعيل الخزعل من اللاعبين المؤثرين جدا في خلال المباريات المستويات اللي قدمها. حياك الله يا كابتن. الله يحييك سامي. يا الله صار. سؤالي الأول ربما اللي يخطر في بالي، أنت من الكل يعني تحدث عنك أنك أفضل لاعب في الدائرة، هذا الكل يتحدث الحقيقة بشهادة الجميع، ربما أيضا قبل الحلقة سألتك هذا السؤال لعدد من اللاعبين، ما أنا قايل لك منو، ولكن لكن تكلموا عنك من الناحية هذه، لكن البعض يقول يعني إسماعيل خزع عنده أكثر من كذي قدمه. هل أنت مزاجي؟ يعني مباراة قد تلعبها بشكل جيد، مباراة أخرى تلعبها بشكل مختلف؟ أولا هذه شهادة أعتز فيها جدا على كل لاعب أو كل واحد كان حريص على متابعة إسماعيل خزعل، لكن انا مو مزاجي، بس في بعض الامور نصار المدرب بيطلب منك واجبات معينه. انا يعني ريال عود من حزمه، نعم، فلازم امشي مع المجموعه، فما اقدر انا اشقه واسوي اشياء غير مضطرب. انا قاعد امشي بسيستم معين، فممكن في مباريات خاصه كره اليد يعني في مباريات تكون هالمباريات سيستمها ماشي على الخط الخلفي هو اللي يكون ناجح. نعم. في مباريات سيستمها مثلا على الخط الامامي اللي هو الوينجات ومع الدائره، فمرات تشوف مثلا لاعب دائره يبرز زياده مو هو بروحه، لان هي لعبه جماعيه، فلما انا ابرز هذا اهم ابداع من اصدقائي وزملائي اللي بالفريق ايضا. حلو. فهو اللي قاعد يوصل، بس ان المستوى متذبذب ومزاجي لا يعني. ليش اخترت كره اليد تحديدا؟ والله ما اخترتها تحديدا، هي صدفه. شلون؟ يعني للامانه يعني واحنا صغار كنت مع اخوي الله يذكره خير ابو حمدني فيصل، كان اول لعبه لعبتها اصلا مو كره يد، كاراتيه. بعد فتره اي لعبنا كاراتيه شويه في نادي كاظمة ايضا؟ لا في نادي الغاتسيه. بدايتي في نادي الغاتسيه حتى كره اليد. زين. فاستمرينا بكره الكاراتيه، بعدها شافنا مدرب قال تعالوا اليد عندنا تمرنا وشوفوا اللعبه، دشينا اللعبه حبيناها، استمريت لي الفريق الاول بنادي الغاتسيه، بعدين انقطعت عن الرياضه يعني كره اليد تحديدا. انقطعت كم فتره؟ فترة سنتين. مو عمليا ام انقطعت من كيفك؟ لا لا مو عمليا، لظروف ظروف ما خاصه تقريبا. بعدها رجعت شباب تعال، اغلب زملائي وربعي خارج يعني خارج كره اليد هم من كاظمة، وايضا في لاعبين من نادي كاظمة، فقالوا ليش ما ترجع، ليش بطلت تو الناس من هالكلام يعني. وذاك الوقت لما بطلت اسماعيل الخزعل كم عمرك اللي وقف سنتين تقريبا؟ يعني اول العشرين تقريبا. اول العشرين اول العشرين اقنعوك ربعك تروح كاظمة تحديدا؟ يقنعوني. تعال من اللي اقنعك؟ اكثر واحد
كان يحفزك ارجع يعني العب؟ احمد دويسان، بخيد جميل، ابو قنبر، عبد العزيز السمكه. رحت كاظمة؟ رحت كاظمة. زين، اي سنه كنت رحت كاظمة؟ تقريبين 2009 8 9. وجدت نفسك في كاظمة اكثر من القادسية؟ والله مو جت، الظروف اللي كانت يعني بهالفتره هي اللي سنحت يعني ان اسلك مع شلون بفهم مع بفهم مع كاظمه. بفهم شلون اسماعيل، شنو الظروف قصدك فيها؟ الظروف اللي انا بطلتها لما لاعب بنصاري بطل فتره معينه خاصه بلعبه كره يد او من اللعبات في معينه تبطلها، ما يعني صعب انك ترجع لها. وهذا اللي عانيت منه، وهذا اللي عانيت منه يعني فتره ان خلاص وقفت سنتين. صح، فتره طويله. اي فتره طويله، بعدين حسب هم يعني الظروف اللي كانت موجوده، الاحتراف والانتقال يعني على قولتهم تشيل وتحط منها الكلام، فكان يعني الطريق واللمه اللي كانت الجروب اللي انا فيها كاريحيه لي ان انا اروح نادي كاظم ما ارجع القادسيه مره ثانيه. فبناء عليه كملت. فكان حزتها حتى حزت يعني وقت التسجيل في بدايه الموسم. انا رحت يوم اول ما رحت، اول موسم اللي رحت له تمرت يمكن شهر، بعدين هم قطعت لظروف. بعدها الموسم الجاي قلت لا خلاص انا متواعدي مع الشباب ان انا ان شاء الله هالموسم ان شاء الله بنلتزم من البدايه كلنا مع بعض واللي الله كاتبه يصير. شوف شيء اختلف لما تلاعب اللاعب، انت قلت نقطه ربما مهمه، لما اللاعب يقطع فتره شيء يحتاج عشان يعود؟ انت قطعت سنتين فتره طويله. اول شيء لازم يعد نفسه نفسيا وبدنيا، لازم قبل لا يروح ينتقل حق يعني اي نادي ولا يروح بيرد يمارس هاللعبه خاصه، لازم يعد نفسه نفسيا وبدنيا. انا الامانه هذه الفتره حتى الرد انا كنت يعني مو يعني ما كنت حريص او اللي كنت ابي يعني فيني شغف ان ارد مره ثانيه، بس الحاح اللي حواليني اهلي ربعي دوام كل مكان رد ليش قطعت توك صغير تو المستوى ان شاء الله يعني في امور طيبه لي قدام، فمشت كذي سبحان الله يعني معهم وردينا وحسيت فيما بعد متى ارتفع مستواك بعد الفتره هذه؟ في نفس الموسم اللي لعبت مع كاظمة؟ لا للأمانة تدريجيا، لأن يعني قاعد أكتسب كل ما العمر وكل ما مارسك أكتسب خبرة زيادة، فعلى مر المدربين اللي مروا علي كل ما لو قاعد أكتسب الحمد لله وصلت لي مستوى يعني إن شاء الله يكون زين. كاظمة كيف تقيم مستواه خلال مشاركتك معه حتى هذا الموسم؟ كاظمة تاريخ من يعني من عمر جت له فترة يعني الحقب على قولتهم كل جواد انكبوه، بس يعني فترته مو 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 بعيدة، ولاد حق النجوم، ولاد اللاعبين كرة يد أساسا من نادي كاظمة مو يستقطبونهم يعني. نعم صحيح. بس جت المرحلة هذه اللي يعني الظاهر يعني أو مو الظاهر صار في قلة من اللاعبين بحسب ظروف الرياضه بشكل عام بالكويت، ناس تطلع دراسه، ناس تتوظف، ناس صحيح الى اخره اصابات، ويعني الظروف وايد سيئه صارت يعني كذا لاعب انا اعرفهم خاصه بهالفتره. فرجع قاعد يشتغل كاظمة، لا لعبه اليد لعبه اساسيه واحنا ولادين لاعبين خاصه كاظمة صحيح تحديدا يعني كره اليد. فرجع قاعد يشتغلون الاداره مجلس اداره مع طاقم فني واداري وقاعد يشتغلون عليها ان يعني نرد كاظمة نفس ما كان، وفعلا لاحظ الفترات الاخيره كاظمة مو غايب عن منصات التتويج. كره يد الكويتيه كره معطاءه مميزه، وصلت فتره الثمانينات التسعينات بدايه التسعينات ربما اصبحت اللعبه الشعبيه الاولى من حضور الجماهيري المتابعه الانجازات للكره الكويتيه. من كان لاعبك المفضل كنت تحب تتابعه تشوفه من لاعبين الكره اليد السابقين؟ شوف بالضبط معين لا للامانه، لان انا يعني خالط على قولتهم الجيل شويه من القديم ومن الجديد من الاثنين، فما عندي واحد يعني اميل له زياده عن الثاني. ليش كان اللاعب كره اليد انجازات كره اليد كانت مميزه؟ كانت الانديه الكثيره كانت في تلك المرحله، خيطان كان ينافس، لفيحيل كان ينافس، بقيه الانديه كانت تنافس. وين الانديه الان يا قل اهتمام؟ ليش قل اهتمام؟ ليش قل اهتمام؟ قبل كانت في مدارس بكل نادي، كانت في مدرسه الكرة اليد خاصة، هذه غلة. هذه مشكلة تعاني الأندية منها. صحيح خزائل. صحيح لازم في كوادر، لازم في طواقم إن هي تحضر هذه المدارس من بدايتها أساس تطلع أنا أنشئ بعد 10 سنين أقل شيء أساس معدل افتراضي حق يعني حق هاللعبة خاصة، مو نفس أي لعبة ممكن واحد يمارسها. يعني كرة القدم نوعا ما سهلة أو شعبيتها مخلية اللعبة سهلة تلعب أي مكان. أصعب قصدك اليد؟ اصعب بوايد. اصعب من اي ناحيه اسماعيل؟ جسمانيا تكتيكيا بدنيا كل شيء كل شيء صعب.
من الألعاب اللي صعبة اللعب بأي عمر، لازم تلعب وانت صغير. مثلا يعني على سبيل المثال الجمباز نفس الموضوع، صعب اي واحد على عمر كبير يلعب جمباز. ألعاب ثانية هم نفس الطريقة. كرة اليد كانت متميزة قبل، لأن كانت أغلب الأندية يعني متجهة إلى تبني مدارس حق الشباب تطلعهم وتنمي مستويات. للأسف افتغرنا مع الموضوع. الأندية الآن هي مشكلة؟ طبعا هي المشكلة. طبعا يعني إذا النادي حريص لازم يحط له مدرسة. وتعال ارجع أنت نفس ما تفضلت بالثمانينات أو التسعينات أغلب الأندية كانت فيها مدارس. صحيح. حاليا لو بترد على كل مستوى الكويت كله وعلى كل الأندية ممكن يعني عشان يعني لاحظ بذمتي يمكن 4-5 أندية. هذا عكس ما كان في السابق. على عكس. فهذه المشكلة، عشان كذي ما قاعدة تشوف كمية لاعبين أو وفرة لاعبين إن يعني فيها خامات. على العكس الكويت يعني ولادة بلاعبين كل الرياضات مو بس كرة اليد. نعم. نحكي الدوري الكويتي، الدوري الكويتي بشكل عام ليس الموسم، لكن أتكلم بشكل عام، هل دوري قوي؟ صحيح. منافسة قوية؟ صحيح. منافسة قوية ودوري قوي وخامات اللاعبين يعني عالميا أصلا، وفي لاعبين من الأجيال السابقة والأجيال حاليا طلبت من حتى نوادي أوروبية ونوادي حتى من الخليجية ولا آسيوية. نحتاج هالفرصة أصلا، يعني لو في بعد اهتمام زيادة شوية فيها راح تلقى أغلب اللاعبين محترفين برا. نعم. حبيتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد برنامج كبر السطر مع اللاعب الدولي إسماعيل الخزع، اللاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة اليد. ابقوا معنا. وليه حلوة حلوة إسماعيل الخزع اللي خلصها بالمرمى. دفاع الصيني شلون يتحرك مع اللاعب اللي عنده الكرة وهدف إسماعيل الخزع يسجل الهدف. حاول المرور وسجل، سجل إسماعيل الخزعل. أقرب واحد له 3 نقاط. هدف جميل إسماعيل الخزعل. رمى كاظم محمد جواد إسماعيل الخزعل. إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل. الله 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 بالتمويه الجميل. بيتكلم عن اخوي اسماعيل خزعل وعن بدايته. من اول ما بلش لعبه كره اليد كانت معاه يوم كان عمره تقريبا 11 سنه. طبعا اسماعيل اصغر مني من 4 سنين، فانا يمكن تحت 14 سنه، هو كان يلعب تقريبا تحت 11 سنه. شلون يتيت انه يوم كنا بالمدارس كان ينقوننا من المدارس احنا كلاعبين، ما كان في مثل الحين مثل الوقت هذا انه ينقون مثلا من نفس النوادي والناس بروحها تروح. فنقونا احنا، اختارونا من النوادي من المدارس حق النوادي. وقتها كان يشوفني اني اروح مع الباص ونادي ورياضه وحركه وطاقه فتشجع، فقال بي معك. يا معي مره مرتين ثلاث، حب اللعبه وحب انه يجتهد فيها وانه يطور نفسه فيها واستمر. ما قام يعني يطوف ولا تمرين، كانت حياته بين التمرين وبين المدرسة والبيت بس فقط لا غير. نود حبيتنا من جديد في برنامجكم أول السطر. حكيت عن المواهب والمدارس في الأندية اللي قايبة الآن، كيف نستطيع أن نطور مستوى كرة اليد؟ أنت اللاعب الآن دولي ومميز ولله الحمد والمنة، أعطوك ورقة قالك عطنا شنو الأشياء اللي أنت تبيها عشان تطور مستوى كرة اليد في الكويت بشكل عام.
أول شيء بناء مدارس مرة ثانية ترجع، مدربين على مستوى عالمي يعني هذه أقل ما فيها، ستاف متهيئ حق مراقبة اللاعبين بشتى المراحل السنية، المعسكرات الدائمة والمشاركات الخارجية ضرورية 100%. هذا أساس التطوير، هذا لابد أساس التطوير. إذا بتصعد وتبي تنمي هاللعبة وتبي تزيد كفاءتها لازم تبني أقل شيء هالأربع مراحل. أين تضع لعبة كرة اليد الكويتية بين المنتخبات الخليجية الآن؟ الآن؟ ما أقدر لأن لازم تجربة، لأن إحنا وقفة الرياضة عندنا هذه الأربع سنين يعني للأسف إن في جيل يعني هبط أو وقف ما عرف قدرته لوين، مع العلم ان الخامات اللي موجوده يعني جباره، لكن متى انا احكم؟ لما اشارك في منتخبات كانت يعني ادنى منا مستوى، الحين ضافتنا. ليش؟ لان مارسه مشاركات، مارسه خبره، مارسه لعب، مارسه معسكرات. متى يبين على قولتهم المحك؟ وقت اللعب، وقت المباراه، لما اشارك ببطوله اني اعرف مستوى اللي انا وصلت لوين او انا اللي وقفت عنده وين، وبعدها تقدر تكمل عليه. اسماعيل الخزعل، مستوى كرة اليد، مستوى الحكام في الكويت كرة اليد في مشاكل، كيف ترى؟ في اخطاء ربما قاتلة في بعض المباريات؟ في صحيح انا يعني بوجهة نظري الحكم نفس اللاعب. صحيح، الحكم يبي له معسكر، يبي له مشاركات، يبي له لياقة، يبي له اعداد، يبي له نفس ما يجي اللاعب مجهز حق المباراة هو لازم يكون جاهز. حكامنا ما فيه مكسور ولا على حتى الدوريات العالميه، وبنفس الوقت قاعد يطلبونهم هم ليه حد الان، مع ان عندنا فتره الايقاف اللي طافت حكام قاعد يطلبون برا، معناته ان مستواهم ممتاز. كم مستواهم يعني الان اذا اعطيتهم تعطيهم ممتاز جيد جدا جيد مستوى الحكم ممتاز. ممتاز. ما ماكو انسان ما يخطئ ولا رياضه ما فيها غل، في اخطاء عندهم لابد، بس حكاية مو مقصودة يعني لما تصير مقصودة ممكن حزازية أو قلة خبرة تصير، ممكن تصير مع لاعب فلاني أو لاعب ثاني فلاني أو ممكن جمهوري ممكن ينضغط، بس الحكم قلت لك نفس اللاعب لو يحتك برا أو تزيد المشاركات عنده راح يعرف يعني نقاط الخبرة اللي راح تكون موجودة. نعم. فما راح يتأثر بشيء. شو طالب الدولة، شو طالب الهيئة الآن تقدم لكم كلاعبين كرة يد أنت الآن ومن كل من يشاهدنا؟ صالة أكبر من اللي موجودة، لأن حرام في ناس تبي تي بس ممكن يقول لك أنا أي يعني صالة صغيرة بيب عيالي ما لهم مكان يقعدون، تكرم دورات المياه أول هالمنشأة يعني لازم تكون المنشأة أساسا المنشأة، بعدها يعني التحضيرات الباجية اللي حوالين المنشأة شنو محتاجة، صالات أكبر، عدد ملاعب أكثر. يعني إحنا للأسف ما زلنا إذا بي أسخن مباراة قبلي أنا أسخن برا، ما عندنا ملعب واحد، ملعب خارجي وممكن المراحل السنية يلعبون فيه، يعني كمية الضغط المهول اللي قاعد تصير مو صحية. بالمقابل حتى يعني الخط البياني على قولتهم اللي حاطينه حق طول الموسم اللاعب هم قاعد ينضغط. شلون كابتن؟ وضح توضيح أكثر. يعني شنو قصدك الخط البياني؟ شنو اللي اللاعب ينضغط من أي ناحية؟ كثرة مباريات فترة زمنية قصيرة مع المواقيت. في فترات يعني نفس ما قلت لك انا بي بمباراه المفروض ان انا اخذ فتره التسخين بس ناخذ على جو الصاله اغلى ما فيه، لما يعني انا اسخن برا انا ما ادري شنو الجو برا، يعني حتى الجو يفرق من داخل لبرا. انتوا تسخنون برا الصاله؟ تسخن برا الصاله. شلون اذا في مباراه قبلنا؟ اي يعني اول الفريق الاول اللي يسخن داخل الصاله يعني هنا عاده هذه مشكله صراحه. اي من 4:30 نبلش مباريات ليه الساعه 7، اللي فريقه لعبته 4:30 او 5 يسخن بالصاله. وهذه مشكله عندكم يا اسماعيل؟ فعلا مشكلة كبيرة، يعني حتى تعرض الإصابة أكثر. تفرق أنا لما سخن برا بعدين هي أدش داخل هي ألعب بالصالة، هذه هم حسبة ثانية، حسبة الجو، حسبة يعني وايد أمور. هل هناك عناصر شابة الآن جديدة تعتقد الكرة اليد الكويتية بارزين؟ لا تحدث عن كاظمة لكن تحدث بإطار عام، في لاعبين شباب ممكن الآن جيل قادم لكرة اليد الكويتية تشوفهم؟ في إن شاء الله، في ما انقطعوا للأمانة، وقاعد أشوف خامات وايد زينة، بس راح يصير التعب على يعني الجهاز الإداري والفني الدبل، لأن جت الفترة هذه الإيقاف ما فيها مشاركات، نفس ما قلت لك يعني طافونا في أندية وفي منتخبات طافتنا، فالشباب هذي إذا تبي تنميهم لازم تتعب عليهم دبل،
لازم تطلع معسكرات زيادة، لازم تهتم فيهم زيادة، توفر لهم الطلبات اللي يبونها، وإن شاء الله إن شاء الله ما راح يوقف المستوى. كرة اليد الكويتية حسب ما يعني كان متابع ومدربين التقيت معهم كثير عليها الشباب يقبلون على كرة اليد الصغار نحكي، ليش كرة اليد يحبونها؟ خذت صيت من الصغار، يعني خذت صيت من الجيل الأولين اللي قبلنا، يعني فنحبت اللعبة، حبت أكثر، يعني فيها احتكاك، فيها قوة، فيها شد، فيها لعب، فيها يعني فيها أهداف جميلة، فيها حركات معينة، فيها تطبيق، فنحبت اللعبة انتشرت. فعشان كذا المباريات اللي تلعبونها الآن، في مباريات تشغل بالك أكثر من الثانية، أو بعض المباريات ربما حماسك يختلف عن الثانية كلاعب؟ بالنسبة لي أنا لا، كل مباراة عندي مباراة كاس نهائي، ما احب اخسر، انا من طبعي ما احب اخسر لو منو قاعد ابارك. شنو يميز كاظمة الان؟ شنو يميز كاظمة عن بقية الفرق؟ انت تشوف في كاظمة في شغلة موجودة فيكم انتو كلاعبين، الالفة والوحدة اللي بين الانسجام اللي صار، انتو اصدقاء خارج الملعب؟ اي نعم، الاغلبية معاكم تقريبا الاغلبية، وهذا شنو يساعد عليه؟ انسجام اكثر بمنصار، خلاص يعني الواحد ما يقعد كثر ما تقعد معه، كل ما على قولتهم كأنك تقرا افكاره، تقرا اللي داخله. فانا لما اعرف الحركه الفلانيه اللي مثلا لو بيسويها او رده الفعل منه، اعرف شنو راح تصير، او يعني انا حاسب لها حساب انه هو ممكن بيسوي هالحركه الفلانيه او التحرك الفلاني او اللعبه الفلانيه، كل انسجام راح يصير زياده. شو تبغى امنياتك اسماعيل الخزعل في نفسك تتمنى تحقيقها على المستوى الرياضي، على المستوى الشخصي؟ كل منا له أمنيات في باله، على المستوى الرياضي والشخصي شنو تتمنى تحقيقه؟ والله البطولات المركز الأول، أنا ما لي حدود بنصار، يعني مجالي بشتى مجالاتي كلها، سواء العملية أو الحياتية أو المهنية إلى جانب الرياضة، ما لي طموح واضح مفتوح. تتمنى تصل إلى أعلى شيء؟ نعم. تتكلم أيضا شنو هواياتك غير كرة اليد؟ شو تحب؟ جنس. تجنس؟ أجنس. كل فترة ليش تقنص؟ لا مو يعني فترات معينة. ليش حبيت القنص؟ أحد علمك عليه؟ والله إيه. ولا يعني أصدقائك ولا أحد نهى؟ لا، عندي أخوي العود جاسم معي، عندي عبد الله أخوي، إخواني عامة يعني يطلعون نطلع شيء كشتات. أنت الجعدة؟ لا، في أصغر مني عبد الله. إخوانك الله يحفظهم يتابعون كرة اليد؟ إيه نعم، تابعين ومرات يشجعون كاظمة، مرات يحضرون مبارات. يشجعون كاظمة عشانك ولا يشجعون نادي ثاني؟ لا، هم يشجعون نادي ثاني بس يحضرون عشاني. شنو المباريات اللي كثير من اللاعبين عندهم مباريات يحبونها يلعبوها، شنو المباريات اللي تحبها تعتقد انك انت قدمت فيها مستوى طيب كانت مميز فيها؟ شنو مباراه الكويت الموسم هذا والموسم اللي طاف، مباراه السالميه ايضا الموسم هذا واللي طاف، مباراه العربي اللي تحس انها يعني اديت فيها، المباريات الكبيره اللاعب اللي علاقاتهم الزين يبين مباريات الكبيرة، المباريات الصغيرة أو اختلاف المستويات ممكن أن في شيء أو لاعب ثاني أو حسب مجرات المباراة شيء يغطي على شيء، بس الغلطة الصغيرة بالمباريات الكبيرة هي اللي تخسرك. متى طلعت المباراة كنت مو راضي على مستوى مستواك أنت أنك قدمت، كنت تتمنى تقديم أفضل، ضد منه كان؟ أحد المباريات ممكن مع السالمية أول تلعام أو اللي قبله، ما قدمت المستوى المطلوب، يعني كان في أفضل، ما رضيت على نفسي. حبيتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم وجديد برنامجكم أول سطر مع النجم الدولي إسماعيل الخزعل لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة اليد في برنامجكم أول السطر. صاحب المركز الثاني، والله اشكره، والله اشكر فريق نادي كاظمة. لاحظ ابتسامة عمر ملا، لاحظ ابتسامة حسين اسكندر، يعني السعادة باينة عليهم. إدارة أدت بكل تفاني وبكل روح بصعود كاظمة ورجوع كاظمة إلى منصات التتويج. شكرا كاظمة،
من رئيس مجلس إدارة إلى يعني آخر فرد وإداري بلعبة كرة اليد، يعني نادي كاظمة رجعنا الماضي القديم والماضي الجميل كرة اليد. نادي كاظمة نتمنى أن الموسم هذا والمواسم القادمة إن شاء الله أن يكرر هذا النجاح. شكرا يا خلدون الخشتي، شكرا يا رابح غربي على مساهمتكم الفعالة والكبيرة جدا بعودة كاظمة إلى منصات التتويج. شكرا للاعبي كاظمة اللي أسعدونا وأفرحونا وأفرح يعني كل مشاهد، مما يعطي فخامة، يعطي مستوى أعلى في لعبة كرة اليد. نتمنى الأندية الباقية التي لم يحالف الحظ في هذا الموسم أن تحذو حذو فريق نادي كاظمة. نود حبيتنا من جديد في برنامجكم أول السطر مع الكابتن إسماعيل الخزعل لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة اليد. تكلمنا عن الأشياء المحلية، لكن وين متابعتك لكرة اليد العالمية؟ وين تشوف؟ أغلب شيء يعني الأمانة مو متابع جيد أنا، بس ممكن عن طريق تواصل اجتماعي بالتليفون أو إنه يعني حضر مرات المباريات. وين تعتقد المنتخبات المميزة في كرة اليد العالمية؟ أي مدرسة؟ حاليا والله وايد المدارس، يعني قبل يعني كل فتره بنصار كره اليد تي مدرسه معينه هي اللي تطغي على الباقي، لكن بالوضع الحالي مع التطور اللي صار كره اليد وايد مدارس، فانت منو يعني من الاتجاه اللي تشوفه مناسب لك عشان تستقطبه وتكون قريب منه وتنمي اللي انت فيه. يعني المدرسه الالمانيه حاضره بقوه من عمر. شو يميزها في مدارس المدارس تدريب من المدارس هذه مختلفه في اداء بالنسبه لكم كلاعبين؟ نعم. شلون اختلافها قصدي؟ تفرق من التدريبات، تفرق من الخطط والتكتيك، كل الفريق يعتمد على أشياء معينة أو شنو المواهب اللي عنده ممكن يعني يستفيد منها. المدرسة الفرنسية حالياً مسيطرة، المدرسة الأسبانية نعم يعني أبطال كأس العالم سنتين إذا ثلاث وراء بعض إلى أوروبا. طبعاً المربع الذهبي يعني نتكلم لابد أن فرنسا حاضرة. أنت شلون تطور مستواك دائماً؟ كل لاعب له برنامج خاص، أنت شلون تقدر تطور مستواك وتبقي مستواك الأفضل دائما حتى تكون لاعب مميز وهذا حق مشروع لك؟ أول شغلتين كل لاعب الذهني والبدني، لابد أن ذهنيا حاضر وبدنيا جاهز. الإعداد لازم يكون يعني من وجهة نظر الإعداد لازم يكون من قبل لا يبلش الموسم. أنا ماي على قولتهم من زيرو، لازم أكون على الأقل محضر شوية. لما يدش التمرين لازم أكون مركز، أنا يعني أطبق واجب انه لازم اطبقه اساس اساعد الفريق واساعد يعني المجموعه كلها مع بعض يعني نكمل فيها. الاحتراف الجزئي تعتقد حل للرياضه الكويتيه ولا تطالبون شيء اكبر من كذي؟ تعب بنصار اكيد لابد له، يعني من وجهه نظري يا اللغي يا ان تسوي كلي. شنو تبونه؟ ما يصير انت كلاعب الان اقرب مني واقرب من اي واحد ثاني، ايش تحتاجون انتم كلاعبين؟ إذا بحتاج احتاج الكل احتراف كامل. لابد تبي تنمي تبي تطور زيادة. شو ليش احتراف كامل تقصد؟ ما يصير بنصارى يعني أداوم الساعة 8 أطلع مثلاً بحاجيك كأي موظف اتفضل عادي. تفضل. بداوم الساعة 8 تلقى قاعد مثلاً الساعة 6 الصبح على ما يروح دوامه، يغيب بالدوام الساعة 2:30 تمرين 4 ولا 5 ولا حتى 6. متعب صحيح. متعب جداً بغض النظر يعني عن شنو اللعبة اللي يلعبها أو شنو الظروف الموسم اللي هو يلعبه، لكن بأي لعبة بشكل عام متعبة جدا، خاصة في ضغط مباريات متواصلة طول الموسم. أنت قاعد تلعب في عندك ظروف عائلية، عندك ظروف الدوام، عندك حتى ظروف داخل النادي وايد تأثر. في لاعبين ممكن مسيطر على جو الدوام عنده يعني قادر يوفق بين الأمرين، لكن هم البيت هم لاحق الأسرة دانا داوم وجاب الأسرة ويجيب النادي. في ناس بطلت بس عشان مثلاً دراسة، مثلاً في ناس بطلت بس عشان شغل، ما يقدر يوفق بين الصوبين. حتى التركيز، أنا شلون راح أركز زيادة، شلون راح أعطي بالتمرين زيادة،
واغلب المستويات اللي بتصعد لازم تمرن صبح وعصر، مو اقل من حصتين مثلا بالاسبوع. انت هني ملغيه تماما تماما، ملغيه عندك حصه واحده اللي هي باليوم، هذه غير كافيه. هذه غير كافيه طبعا. اذا انا بصعد للمستويات العالميه وبصعد لمستوى ارقى من كذي ووايد افضل اني اشارك بمستوى يليق بسمعه الكويت، لازم اطبق الاحترام. يعني احنا على قولتهم متعلقين بين مايتين، لا احنا فوق مع العالم اللي جابلين رياضه عدل عدل، ولا ان احنا قاعدين بس كذي. بس المواهب والطاقات اللي عندنا يعني ما شاء الله عليها، ايه هي اللي تبي تطلع؟ ما طموح يا كلامك الان اسماعيل الخزعل، في طموح كبير لتحقيق شيء. تشعر ان هذا الجيل الحالي الان لكره اليد الكويتيه عنده الطموح لتحقيق اشياء كثيره الفتره القادمه؟ صحيح 100% الكلام. اللاعبين يعني عطشانين. احنا بنصار طلعنا معسكر اول العام، اول عام كانت في مشاركه اعتقد كاس اسيا، يعني طلعنا المعسكر على امل لاخر يوم كنا ناطرين نشارك بهالبطوله، ولو مشاركين على المستوى اللي شفناه بالبطوله يعني ثقوان بالله يمكن من المراكز الاولى تتوج اغلها. يوم شفنا الحسره انهرنا من داخل، انهرنا يعني حرام احنا على الطاقه اللي فينا وعلى المستويات وعلى الخبره اللي عندنا ما نشارك ببطوله كذي، والسبب الاحتراف بس. هذه كانت مشكله. الفتره القادمه تتمنى امنيات ان تحققها ما حققتها في كره اليد الكويتيه، شنو اللي ما حققته حتى الان تتمنى تحقيقه وجودك كلاعب؟ مشاركه مع المنتخب وحصد المركز الاول، بطوله اسيا، بطوله في الخليج، اي بطوله. وين درست اسماعيل؟ انا مسكن صباح السالم. صباح السالم. وين المدرسة اللي تحبها أكثر في صباح السالم؟ مدارس اللي درست فيها، في مدارس تحبها أكثر؟ ثانوية صباح السالم. ليش تحبها أكثر؟ أغلب ربعي وأغلب على قولتهم المشاكل اللي كنا نسويها كانت موجودة بهالثانوية. كنت طفل هادي ولا عكس؟ لا صوتك. المعادلة اللي قاعد تصير عندي كل ما قاعد أكبر كل ما قاعد أهدى. لكن كنت شيطان بس بنفس الوقت شاطر يعني مدرسة. شاطر مدرسة. شو المواقف اللي ما تنساها حتى الآن مضحكة ومحرجة وشيء تذكر شيء؟ لا والله حاليا ما، ولا ما تنقال؟ لا ما يحضرني ولا أقول لا عادي ما يحضرني شيء. تحصل في بعض الأحيان كثير من الناس أو كثير من الناس يحبوا يسافرون، وين يحب أشياء معينة؟ أنت وين تحب تسافر دائما؟ دائما والله أدور الجو الهادي والبراد والمكان اللي ما فيه زحمة. أنا داخل الديرة وبرا الديرة ما أحب الزحمة نهائيا. مثلي نهائيا يعني. يعني لو عندي حتى مشوار ده مو ضروري ضروري عادي أكنسله أقعد، بس ما أطلع بوقت زحمة. يعني أختار الأوقات بالملي عشان أطلع فيها. وين تروح تحب تسافر دائما؟ والله بلد تحب أكثر من غيره؟ مو هم دائما اللي أسافر، لا مو دائما يعني، مو راعي سفر. لا أدري قصدي صارت لك فرصة وين تروح؟ انا ما احب هم بنفس الوقت ما احب ديره يعني بس على قولتهم سوق مطعم كافيه، لا هذا الجو ما يتغير. احب ايه احب الاكشن. يعني اخر رحله لي كانت مع الشباب، رحنا جنوب افريقيا قنص. ما شاء الله محميتين كانوا فيها طيور. انت قناص الحين مميز يعني؟ لا مو مميز خبرة يعني. لا لا مو خبره مو لهالدرجه، لا لا يعني مجتهد فيها، حاب الدرب، احب البحر، هم اطلع بحر خصوصا انا هم داوم يعني مكان يعتبر بحري. بس زين في القنص في قلت لي جنوب افريقيا بنحكي عنها، شلون هذه القنص جنوب افريقيا؟ والله ممتع. ممتع من اي ناحيه؟ يعني شلون قاعد طالع برنامج نشر جرافيك بالضبط، انت عايش الحياه بالضبط، سواء بالليل سواء بالنهار سواء من صيد سواء يعني شنو قاعد تشوفه بالفيديو. بس ما تخوف، ما يخوف القناص؟ لا لا ولا عادي؟ لا ما في سيفت، كل شيء له سيفت. يعني تطلع معك جروب، السيفتي موجود، التحذيرات موجوده، الالتزام. ليش جنوب افريقيا رحت تحديدا؟ والله زدفت كذي يعني، يا كانوا مسوين نفس عروض على رحلات معينه، فصدفت انه يعني انسب وقت لنا. هل تحس انه تنصح ان الناس اللي يحبون يقصون يروحون جنوب افريقيا؟ ايوه في ترى اكثر من مكان يعني، وايد اماكن مثلا عشان اللي يسمعنا الهب يسمع منه. في جنوب افريقيا، في المغزى من رحله جنوب افريقيا انها كانت شامله النوعين يعني طيور ويسمون حيوانات، بس كل ديره مختصه بشيء. يعني مثلا عندك حتى بالارجنتين، في عندك مصر موجود، عندك رومانيا، بلغاريا، المجر، هذول كلهم موجودين. هذه هوايه حبيتها خلاص؟ اي والله يعني ما يمكن تتركها. صعبه الحين، صعبه
يعني قاعد شوي شوي أدمن. يعني مرات إذا ما عندي شيء ولا ما عندي تمرين ولا هذا أقرب مالي. علمتك شيء هواية القنص؟ تعلمك تستفيد منها شيء؟ أيه. شنو استفدت منها؟ صبر، صبر، تركيز. أنت صبور؟ حتى الراحة. أنت صبور في حياتك؟ جدا، يعني وايد صبور. يعني حتى الأخطاء لما تصير، ممكن على قولتهم قلت لك أنا العلاقة صارت عكسية، قبل لا الأمانة كنت يعني على دنات الدونة نرفز ولا عصب ولا شيء، الحين لا. مثلاً إذا في سبب معين، الخطأ الأول هذا صار، ممكن أطوفه أول مرة، ممكن مرة ثانية لا أطوفه، ممكن مرة ثالثة أطوفه، بس نعم. ثلاثة زين والله. حبتنا في كل مكان. فاصل ثم نعود معكم من جديد في برنامجكم أول السطر مع النجم الدولي إسماعيل الخزعل، لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة اليد. جول لاعبين اثنين عن تارز معين غزعل ويخلص معين غزعل اسماعيل غزعل يخلصها بالمرمى ويسجل. صراحة يعني شوف هدف المرمى كان فاضية. سعد الحيدري ارتقاء وتشخيط كرة حلوة لإسماعيل الخزعل، وإسماعيل الخزعل يسجل الهدف 25. مخضرة لعب الفردي، برافو الله عليك يا إسماعيل يا خضرة. برافو، لكن حارس مرمى كبير، حاول وليد الجماز والمرمى فاضي وهدف. ثواني وابراهيم الامير ما تروح اسماعيل غزعل واسماعيل خلص ينهي المباراه بالهدف واطلقت الأرض. مثل ما تعرفون اسماعيل طبعا كان لاعب نادي الغاتسيه، ولد نادي الغاتسيه، والكلام هذا صار له يعني تقريبا 10 سنين الى 11 سنه. فانتقل من نادي القادسيه بسبب ظروف مع مجلس اداره والى اخره، موضوع طويل يعني، فانتقل وراح الى كاظمه. وبعد ما انتقل نادي كاظمه طبعا بدا يظهر زياده وزياده. طبعا دائما اللاعبين احنا الاعلام مو نفس الوقت الحالي، قبل مو نفس الحين. يعني الحين في الاعلام يعني يوم يركزون على المراحل السنيه، ليه درجه اولهم يركزون على اللاعبين اساس شنو؟ يعني ان يدرون انهم والله سالفه الاحتراف انه يختاره وينقيك محترف وينتقل حق نادي ثاني. قبل ما فيها السوالف، سالفه انه ينتقل من نادي لنادي كانت شبه مستحيله. ومهم انتقال الكاظمه ما شاء الله، الله وفقه وياهم لما يحققون المراكز الاولى، يعني لازم يطلعون ميداليه بكل موسم. وراح المنتخب، خذوا المنتخب طبعا مع نادي كاظمة مو الغاتسية، فسأل الله ما وفقه، حاشته الإصابة والحمد لله عالج، وبعد الإصابة هم رد وقدم مستوى كرة اليد الكويتية كلها تشهد فيه. وطبعا بعد ما انتقل نادي كاظمة طبعا صعدوا حق مراحل وايد متقدمة، وفريق كان جدا ممتاز وكان يعني معنوياته عالية وكان يطمح انه يفوز ببطولات، لكن الله ما وفقه ولا يعني حاولوا اللي يعني اللي عليهم سووه، بس انه يعني هذه كره بعد غالب ومغلوب. ونفس ما تعرفون السنه اللي طافت طبعا خذوا مركز ثالث وثاني كاس، يعني ما شاء الله كل موسم يقدم مراحل احسن. والله نتمنى استمراريته ان شاء الله ويبدع اكثر ويورينا. وانا واحد من الناس طبعا انا عبد الله اخوي الصغير، فدائما يعني ويا 24 ساعة دعم البيت، دعم برا، دعم مثل ما عارفون اسماعيل القراب منه ما عنده غشمرة يعني بالتمرين، ما عنده غشمرة بالدوام، وما عنده يعني بيت ودوام ونادي. هذا سيستم اسماعيلي، عادي بدي وايد اشياء عشان والله شنو التمرين اسماعيل، مش خلينا نطلع نروح نرد، عندي تمرين اخلص بعدين اروح اسوي اللي تبي معك. عسى الله يوفقه ان شاء الله ويحفظه، وان شاء الله يكمل مسيره باحسن يعني مستوى. ف
فعسى الله يوفقه إن شاء الله ومنها الأعلى، يستاهل كل خير وصالح. نود حبتنا من جديد في برنامجكم أول السطر مع النجم الدولي لكرة اليد الكابتن إسماعيل الخزعل لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة اليد. نتكلم طموحات كثيرة تحدثت عنها إسماعيل، عن تحقيق ما تتمنى تحقيقه على مستوى كرة اليد الكويتية، ولكن بعض ربما السؤال ماذا يحتاج دوري كرة اليد حتى نطور للأفضل، ولا أنت تشوف دوري كرة اليد الآن مستوى جيد؟ مستوى جيد للأمانة، يعني متقارب الفرص بين الفرق، متقاربة وأغلب الفرق قريبة عن بعض. يعني ممكن يت 4 أو 3 سنين كان فارق، بس صحيح. فارق في نادي الكويت اللي كان موجود، لكن تغير الموضوع الحين، 3-4 أندية متنافسة وقاعد نشوفها يعني حاضرة بالثلاث مواسم الأخيرة. أنت تبي تزيد، لازم تزيد معسكرات، لازم تزيد كفاءات، لازم تزيد لاعبين، لازم تنقل بين لاعبين. تكون معسكرات مميزة في الدول، في دول معينة المعسكر يكون فيها ناجح. مو شرط، مو شرط. أنت الفائدة معسكر لو بتطلع بأي ديرة حتى لو ما تبي تحتك مع أي فريق، فائدة الانسجام هذه بروحها فائدة. فأنت التغييم مالك على طول المعسكر، على قولتهم نسبة مئوية، ممكن أنا استفيد من معسكري 70%، ممكن 80%، ممكن 20%. انا الفائده من المعسكر راح له، والخطه اللي حاطها هني يعني ثمار الخطه اللي انا حاطها شنو طلعت علي وانا رايح المعسكر. بس لابد يكون في معسكر بدايه اي موسم واحد يروح، يعني بديش بغبل على الموسم، لازم يكون لي يعني تحضير. لكن والمعسكرات هذه مهمه جدا، طبعا حتى يطور مستوى اللاعب، اللياقه البدنيه ترتفع، اداء البدنيه، الانسجام بين اللاعبين، التكتيك يزيد، الخطط تزيد، نسبة حتى الإصابة تقل. أنا لما أكون حاضر بدنياً من بداية الموسم عدل إصابتي، بعدها بعد ممارسة المباريات وجدولة الدوري كلها إصابتي، حتى إصابات تقل. فلازم يكون في تحضير من بداية الموسم. كاظمة مميزة أيضاً في إنه موجود وفرة لاعبين في نادي كاظمة، يعني بعض ربما بعض الفرق تعتمد على مجموعة معينة، لكن اللاعب البديل لا يكون في المستوى المطلوب. لا، حاليا كاظمة قاعد يشتغل على الصفين الأمان، يعني وقل هذا إيجابي. إيجابي طبعا. إيجابي يعني من الحياة. ممكن أنا كمدرب يعني عندي تشكيلة مثلا الأساسية، ممكن لما هي أبدل ما عندي اللاعب المستوى أو يعني يغطي اللاعب المكان الفلاني، لكن بنادي كاظمة الصف الأول والثاني كلنا واحد، مستوى واحد. إسماعيل الخزعل، أنا كنت سعيد أن تكون ضيفي في برنامج أول السطر. في شغلة أنا ما سألتك عنها، ما حكينا معها أبد، كفيت وفيت يا أبو نصر، يعطيك العافية. الله يعافيك. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجكم أول السطر. كان ضيفي النجم الدولي في كرة اليد الكابتن إسماعيل الخزعل لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة اليد. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ودعوا الكويت في صلاتكم أن الله يحفظهم من كل شر. لقاكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.